صورنا البل وسوانا عرضنا بالبل وجاء قصايد وجاء لهم زين ورجعنا لديارنا. ولهذا مبارك سيف يكلمني بعد اسبوع يا فلان اذا حميد هو وش فيه؟ قلت حميد طايش، انت عندك حل في الرجال هذا؟ قال وين عنده ابل؟ قلت ايه. قال وين ابله؟ قلت ابله في هاك المتان. وين مكانه؟ وانا اوصف له مكانه. قال اسمح لنا لا تزايد، والله ما قد جينا الرجاله الا ان منذرينه قبل نجي. علم حميد ترى معك مردود البرا، والله اني لاخذ ابله ثم خل حداويه اللي يشيل بها الشيابين على الدواسر، خلها تفتك ابله بكره. قلت بيض الله وجهك، هذا والله العلم. ايه 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 انا بالعلم هذا. لكن انت سيف تبى تاخذ هيب وسيف. قال اني باخذ لي سربت من زايد وبجي وباخذها والشمس هنية في ارض السماء وبوديها ود الدواسر. قلت بيض الله وجهك. يوم سكر التلفون من عندي وانا اسوي هاك الابيات وانا سلاح له، قلت غزاني ولي في مثل غزوة مبارك سيف بعد ما غزا على حميد وغدا ببله، اخذها على ظهور السبايا بحد السيف وتنصابها ود الدواسر مع الابله يطيب الذيابي. والله انه ما هو بضعيف ولكن مبارك حال فيه لهبل، انا شجع له مبارك ابي. الرجال زد رماني وهالحين حط طلب بينه وبين مبارك سيف، وقعدت اشجع مبارك قلت يلا اجعلها تنشب بينه وبين حميد. ويوم جيت الابيات عند مبارك اللي تني مبشره ببشاره، قال لا يا ابو صام المر الدلبر ونعيف وصبري تعدى الحد والتبد من دبل الصبرنا على قول العتيبي معش الضيف علشان علم ينسبه ما تحظى بله يغنى الحداوي يدفع الحيف صوب الحيف وهو بيمن الطايف ورد ضلع من قبله ورديت انا صوبه برا لانزانا الكيف وخيلتنا على جرد السبايا تراقب له يوم طلعت شمس الضحى مثل مشعل ليف خذيت البكار اللي عرانينها قبله لبست المجوخ قدم جمعنا وراي مخيف ولعبنا عليها في الضحى لعبت السابله ولو اني لقيته عندها كان راح نعيف لكن غاب يوم خيونا تضرب الطبله وتقفيت وضح من رقمال وصيف اجسام العظى تعجب راع الصنف وتهبله وبرعابها نبت الوسام ونبت الصيف وانا دونها والله ما عاد تقرب له وحطيت واسمي فوق واسمي بلا تزييف وترك المجد يلزم الرجل يتعب له. ويوم دريت لي هذا مبارك يتصل بي ابو صامي قلت هلا عيد حميد قلت والله ما عيد والله ما شفت حميد عقب هاك الرحله. قال والله لو انا لقانا عند البل اللي يمدي جاك اخبره ويسمعني قصيده ابو قاضي وش مبارك كان البل اخذناها وانت رفيز الغالي يا فلان وسويت عزلا على القوم اللي انا جبتهم واخذت والحين ابهدي عليك من العزل واللي ياخذني بالنا ويبي يدي قلت وكل بالراحه يا مبارك قال اخذناها. قلت وحميد؟ قال حميد لو لقيناه كان جاك خبره بس ما لقيناه. المهم ضحكت انا وياه قال يا فلان ابحط قصيدتك مع قصيدتي في التجوري ثم بعد 50 سنة 60 سنة الجيل هذا قد ذهب كله ثم يقول ان جدي عيالي واحفادي يقول ان جدي بارك سيف قد غزا على عتيبه واخذ ابن حميد الذيابي من ركبه. يوم قال الكلام هذا مبارك قلت ارسل قصيدتك ارسلها ويرسلها علي وانا اتصل بحميد. حميد البل وين؟ قال البل بتانات خاف تبي تزورها؟ قلت ازورها مو كسمع اسمع الدوسري وش يقول والبل راحت يا حميد وانت راجد الطايف تاكل من البرشومي. قال وين راحت؟ قلت اخذوها الدواسر وانا سمع هي يوم سمعت هي وهذا ما يقول الدوسري يقول بيحطها في التجوري وبيصير. قال انا ابو بندر ممكن تغيرون التاريخ وتحطوا لكم قصه ما صارت؟ علي الطلاق لا اسوي فيكم شيء ما اسوي بالتاريخ. قلت بكيفك هذا فعلك في نفسك هالحين رد بك فلي خلف الدوسري انا بات شب بينه وبين مبارك. قال اوريك انا ابو بندر على ياه جوس يجمعي لي شتات الريف من الشرة اللي كل مرقاب توثبله بعد ما غزاها الدوسري وحكم التصنيف وقلع شرده في موقع ما يناسب له وحبك هالمولف المولفنة وحبك هالمولف له وهو نفذ التوليف وغزب الدواسر صوبنا رافع النبله لو ان الدواسر يوم جو قصدهم تشريف اخ الشيخ مهجمه غير اللي تحلب له لكن جذبهم واحد النايش التخريف وذي بس هاي قدمه ذياب انت تقانب له طمع ياخذ ابن دونها كل حد رهيف هبوب السعد من هذا ما تحبب له نحذف بروس القوم من دونها تحذيف وراء الارقبه من دونها انها نعرقب له لحدنا مبارك بين رضوان والعطيف وهك اليوم يوم اقشر نهاره
ويا خبرها نهار اني شيب بالمراضيع يا لطيف ومن نار نار ومن أشر نهار اني شيب بالمراضيع يا لطيف ومن نار نار ومن أشر ناس في حبله وبنصام للي سبب المشكلة ما شيف ولا عاد يتوجد وجد أنثر على عبله مضى ما مضى واليوم مرفوعنا التكليف هذا الذود في مفلاه والخيل في اسطبله لعز مبارك ورد البلبوب عاد صارت السالفة هذه حديث المجالس وسمعها الشاعر الرايد محمد البرقاوي. قال محمد البرقاوي حدود البحر بالجزر والمد حد السيف اللي هاج موج جاك موج يواكب له يفر القوارب لن يتعب على التجديف ويخلف روابع واحد طايل شبله بحر القوافي غير ويزين التشنيف اللي قام له دكتور شعر وتطبب له اللي تعبه والشعار فالسبك والتوظيف طلع له من توجي من الرب يوهب للسوات الثلاثة يوم راقب على التوصيف ونسجل خيال أرخى على السالفة وابل خيال من الحريف يطرب لها الحريف ويطرب لها الثالث والأسماع تطرب له كلام على معنى ولا السامعين يضيف يقدر مقامه في المجالس ويحسب له بعيد النمه بعيد ان التزييف سمو برجال العرف عما يعقب له مبارك وبن صامل عوارف بلا تعريف وحميد الذيابي كل عرف يناسب له وانا كل ضلع في الجزيره طويل مني فحبه واحبك تمن الشعر واندب لحدود الفضاء واسع وجو الزمان مريف ومسطر الابداع حدود الفضاء واسع وجو الزمان مريف ومسطر الابداع يبقى وينسب له وسلامتكم هذه القصه وقصايدها.